يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا رجل مسلم مقيم بفرنسا، يقول تزوجت بامرأة مسلمة قبل أن أستقيم على دين الله، فلما اهتديت حصلت خلافات بيننا لأن المرأة غير مستقيمة وتركت الصلاة وأخذت ولدنا بحكم القضاء الفرنسي قهرا. سؤاله: لما لم تكن هذه المرأة صالحة، فهل أنا مسؤول عن فساد هذا الولد تبعا لتربية أمه المنحرفة؟ وما نصيحتكم له؟ هذه أمور تحتاج إلى مطالبات عند المحاكم، عند ما نتدخل فيها. نعم.